إذا للحديث عن الفساد الحكومي في العراق وتأثيره على الأمن الغذائي والحياة المعيشية للعراقيين ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر مرحبا بكم. لجنة النزاهة النيابية تكشف سرقة داخل وزارة التجارة يصل إلى مبلغ 400 مليار دينار عراقي. هذه الأموال كانت مخصصة لصفقة تجهيز مادة الطحين وأيضا مخصصة لبعض المواد الغذائية الأخرى خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي 2022. ولكن السؤال هنا، كيف يؤثر هذا الفساد المستشري على الواقع المعيشي وأيضا على الأمن الغذائي بالنسبة للشعب العراقي؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. معلوم تماما أنه هذه الأرقام جزء يسير من الفساد الحقيقي الذي تكالبت عليه أحزاب السلطة على وزارة التجارة. هذه الوزارة المعنية بلقمة عيش العراقيين تجد أن الفساد فيها ينخرها من ساسها إلى رأسها. لذلك 400 مليار رقم بسيط أمام إشكاليات الفساد التي تحيط بالوزارة، فضلا على أنه كان وزيرها عبد الفلاح السوداني التابع إلى حزب الدولة الذي يرأسه الآن المالكي ويقوده السودان في رئاسة الوزراء. قد أدين بأربعة مليارات دولار وليس بأربعمائة مليون دولار، أربعمائة مليون دينار عراقي. لذلك منذ نشأة العملية السياسية الحالية إلى وجودنا في هذا اليوم، وزارة التجارة تعاني من فساد كبير وسرقات مهولة وهي معنية بلقمة عيش العراقيين. لذلك هذه الصفقة أو هذا الفساد تنوع على العراقيين، وبالتالي هم يعيشون واقعا مأساويا، وإلا كيف ارتفعت نسبة الفقر من إلى 42%، وكيف نرى المشاهد المأساوية للعراقيين لو كانت هناك حقيقة عمل إقصائي أو استقصائي داخل العراق، لوجدنا أن هناك كثير من العوائل ربما باتت لا تستطيع أن تتناول سوى وجبتين، أو فيها أو هناك حقيقة عوائل يعني طعامها يسير جدا، لأن هناك عوائل بالآلاف أو مئات الآلاف عوائل متعففة لا تقول أنني قد أصابني الفقر. فضلا على أن عملية الآن صعود الدولار وانهيار الدينار العراقي سيؤثر بشكل كبير تماما على المتقاعدين، على شرائح كثيرة رواتبها تعتمد على رواتب قليلة أمام ارتفاع السلع الغذائية مقابل لأنها مرتبطة بالدولار. أستاذ عبد القادر، لكن ألا يجب أن يكون الأمن الغذائي للعراقيين في سلم أولويات الحكومة؟ كيف تسمح بأن يستشري الفساد داخل مفصل مهم يخص قوت الشعب؟ الناظر إلى وزارة التجارة والفساد والأسماء التي تسيطر على صفقات توريد المواد الغذائية من خارج العراق إلى داخل العراق يجد أن رؤساء أحزاب السلطة هم الذين يمارسون عملية الفساد ويتسترون فيما بينهم. ولذلك هناك قضية مهمة تماما، أنه حتى المواد التي تستورد منتهية الصلاحية وتغلف بأكياس حقيقة تطبع تزويرا ثم تسوق إلى الشارع العراقي أو إلى الأسواق العراقية. وبالأسماء نعرف بعض أحزاب السلطة الذين أصبحوا يوقعون عقود التجارة على يخوتهم في البحار، وبالتالي يتوازعون فيما بينهم غنائم أو سرقات وزارة التجارة. لذلك الحكومة من هنا تدلل على أن الحكومة ليست متواطئة، الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة السوداني متواطئة مع هؤلاء، لأن هؤلاء الأحزاب هم الذين يشكلون الحكومة. لذلك هم متعمدين في عملية استهداف لقمة عيش العراقيين بشكل رهيب، ولأنهم يريدون زيارة مأساة العراقيين، وإلا لو كانت لديهم ضمائر حية لما التفتوا، والوزارات مليئة بالفساد ومليئة بالمليارات الدنانير، وبالتالي فسادهم أصبح حقيقة أزكم الأنوف. كان مفروض بهم أن يتعففون عن لقمة عيش العراقيين في وزارة التجارة ويتركوا استيرادها إلى التجار الذين يمكن أن يحاسبون بشكل واضح تماما، وبالتالي تكون هناك عملية انسيابية لهذه الوزارة. هناك فساد في كل الوزارات، لكنهم حقيقة يتعمدون الحكومة، وهي لم تحاسب فاسدا واحدا ولم توقف عمليات الفساد في وزارة التجارة. وحتى ما أعلنته لجنة النزاهة على ذكر المتهمين بالفساد والذين تسببوا بخسارة العراق لمليارات الدولارات، ننتقل هنا إلى مسألة الفساد وخاصة إلى موضوع نور زهير.
أستاذ عبد القادر، كيف يمكن للسلطات في العراق أن ترفع إشارة الحجز عن شركة المتهم الرئيس بسرقة القرن والأمانات الضريبية نور زهير؟ على أي أساس تم الاعتماد على ذلك؟ على أساس أن هؤلاء رجال السلطة وبالتالي مرتبطين بأحزاب الحكومة، والحكومة ترعى الفساد في العراق بشكل واضح تماما، وهؤلاء دفعوا عندما لم يدفعوا لأحزاب أو رؤساء أحزاب السلطة المبالغ المستحقة عليهم من فسادهم حتى يتم السكوت عليهم جرى فضحهم. وعندما جرى عملية دفع الأموال والأتاوات للميليشيات ولأحزاب السلطة جرى إطلاق سراحهم. فالمعيار الأساسي ليس معيارا لأنهم سرقوا من أموال العراق، وليس لأنه صفقة القرن المسمى بصفقة القرن المبالغ الهائلة، لأن هناك أيضا فاسدين لا زالوا، وهنا فقط أحيل بالتذكير إلى هيثم الجبوري وزوجته وبعض الآخرين أيضا جرى عملية إطلاق سراحهم. وبالتالي أكذوبة حكومة السوداني وحكومة الإطار التنسيقي أنها تحارب الفساد أصبحت واضحة تماما أنها كذبة تم تسويقها إعلاميا، والآن أثبتت حقيقتها بأنهم كاذبون ولا يحاربون الفساد، وبالتالي الدليل على إطلاق أموال زهير وكذلك رفع الإشارة عنه. وهنا ما يؤكد تواطؤ القضاء في هذه القضية الذي بات يشرعن المخالفات القانونية لهؤلاء، وإلا لو كان هناك ادعاء عاما حقيقيا في العراق لما سمح برفع الإشارة، ولما تجرأ أحد أن يوقع على فاسد هكذا قرار برفع إشارته، وبالتالي الآن يمارس حياته بشكل واضح وقد خرج ربما خارج العراق، وبالتالي أصبح شركته تعود مرة ثانية لواجهة الفساد. ولكن وإلا لو كان هناك حكومة تحترم نفسها. نعم، ولكن أستاذ عبد القادر، هناك مطالبات بمنح السوداني الفرصة لاسترجاع الأموال المسروقة، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ هذه المطالبات عفى عليها الزمن، لأن السوداني أطلق سراح الفاسدين وتواطأ معهم، ولا زال الفساد مستشري في جميع وزارات الدولة، وبالتالي العراقيون أصبحوا على المحك. لذلك السوداني حقيقة الذي كان يتبجح عندما ارتفع الدولار في زمن حكومة الكاظمي بكثير من المواقف المناهضة بأن ثورة الجياع قادمة، لذلك اليوم الدولار وصل إلى 165 وسيصل حسب خبراء اقتصاديين إلى 200 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار. وهنا حقيقة الأحزاب السياسية هي المسؤولة الأساس، لأنها هي التي حقيقة نشفت الدولار من الأسواق العراقية لصالح إيران ولصالح فسادهم في غسيل الأموال، وهم الذين رفعوا أسعار الدولار. لذلك حقيقة حكومة السوداني إن أعطيت المجال، العراقيون إذا كان هناك اليوم خط فقر وربما لديهم مؤن في داخل بيوتهم ويستطيعون شراء أشيائهم أو مواد غذائهم من الأسواق في الأشهر القادمة لن يستطيعوا، وبالتالي السوداني قد قاربت مهلة 90 يوم الذي توعد بتنفيذ برنامجه الحكومي من نزول الدولار وغيره. لذلك ليس أمام العراقيين سوى ثورة حقيقية في مظاهرات يستعدون فيها لقمة عيشهم من أفواه هؤلاء الفاسقين. عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.